يا رب اجعل مصر وأهلها وجيشها وحماتها وشرطتها ونساءها وأطفالها في عين رعايتك. اللهم يا ربنا أدخلنا الجنة من غير حساب ولا سابقة عقاب ولا عتاب، ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم. كما أكرمتنا في الدنيا فأكرمنا في الآخرة، وكما وفقتنا في الدنيا فاسترنا في الآخرة، وكما هديتنا في الدنيا فاهدنا إلى كل خير واجمعنا على كل خير في جنة النعيم. اللهم آمين. نتوقف اليوم مع فيلسوف الفقه الحنفي، فصيح اللسان قوي الحجة، الذي جمع ما بين العقل والنقل وبرع وتميز في الكثير من العلوم. نتوقف اليوم مع الكمال ابن الهمام في مصر أرض الصالحين. الكمال ابن الهمام ركن الحنفية. الكمال ابن الهمام من الموسوعات الفقهية العظيمة والمهمة في فقه الفروع على مذهب السادة الحنفية، فقد ألف كتابه الماتع فتح القدير في الفقه الحنفي، كتاب ضخم مليء بأدلة الأحناف من الأحاديث وتخريجها وبيان حالها مع ذكر الفروع بتفاصيلها، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أهلا بحضراتكم، وما زلنا معاكم بنتتبع أثار العلماء والصالحين على أرض مصر الغنية الحمد لله بعلمائها، سواء أبناء هذه الأرض أو من اكتسبوا هذه البنوة بالقدوم إليها. اليوم نتوقف في محطة جديدة مع عالم وفقيه جديد هو الكمال ابن الهمام. بداية أرحب بفضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور علي جمعة. السلام عليكم مولانا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. أهلا وسهلا يا مولانا. بداية، من هو الكمال ابن الهمام؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. الكمال ابن الهمام هو إمام الحنفية الذي إليه المنتهى، يعني لما ننتهي إلى غاية الحنفية يبقى الكمال ابن الهمام، يعني وصل إلى القمة في التصنيف وفي التأليف وفي نقل المذهب وفي تحريره وخدمته، خدمة كانت محل اتفاق ومحل تعظيم في العالم كله. الكمال ابن الهمام ولد في مصر ومات ودفن في مصر، لكن هو ولد في الأسكندرية، وولد سنة 790، يبقى 790 نسميها آخر القرن الثامن الهجري. هيجي بقى سنة 800 فندخل في القرن التاسع الهجري. 790 اتولد ابن الهمام في الأسكندرية لعائلة أصلها من مدينة ما زالت موجودة إلى الآن في الأناضول في تركيا اسمها سيواس، ولذلك ساعات نلاقي يقولوا الكمال ابن الهمام السيواسي،
السواسي. فكلمة سواس دي لأن أجداده جده كان في سواس التركية. طبعا احنا دلوقتي لسه العثماليه ما دخلوش مصر ولا حاجه، دول ناس جايين، ولكن هذه المنطقه كلها حنفيه، ولذلك خرج الكمال بن الهمام حنفيا، لكن هو درس على الحنفيه وعلى الشافعيه ودرس كل العلوم وكذا الى اخره. فالكمال بن الهمام ولد في الاسكندريه، ثم بعد ذلك بقى على ما كان ثقافة العصر وترتيبات العصر انه حفظ القرآن، وبعدين رحل الى القاهرة من اجل ان يلتقي بالعلماء لانها عاصمة الدنيا كانت حينئذ القاهرة. وبعدين سنة 22 راح الى الحجاز علشان يحج، وهو عنده 32 سنة ولسه بيدرس. فحصل دراسة كبيرة جدا في اللغة، في التفسير، في أصول الفقه، تبحر تبحرا عجيبا في الفقه الحنفي وسنة 22 وسنة 22 راح يدرس في الحجاز برضو، ويبقى له رحلات، كانت رحلات علمية زي بعثة كده. لما رجع وباين عليه ملامح العلم من شيوخه، ده شيوخ الشيخ العيني اللي درس عليه، كان الشيخ العيني ده شرح البخاري، عمدة القاري شرح صحيح البخاري. العيني ده هو مدفون ورا جامعة الأزهر دلوقتي، ورا مستشفى الحسيني الجامعي كده مدفون، ومعاه واحد تاني اللي هو القسطلاني شارح البخاري، فالجامع مسميينه جامع الشارحين. الشارحين، ايوه، شارح البخاري حنفي وشارح البخاري القسطلاني الشافعي. العيني ده هو أستاذ كمال بن الهمام اللي احنا بنتكلم عنه. أبو زرعة العراقي ابن عبد الرحيم العراقي، ولي الدين العراقي الكبير، اللي هو يعني خرج أحاديث إحياء علوم الدين وكذا، اللي هو أستاذ ابن حجر، اللي هو ما أدركش العراقي، العراقي مات بدري شوي، لكن أدرك ابنه. وكان العراقي له تلامذة، مين هم التلامذة؟ ابن حجر العسقلاني أمير المؤمنين في الحديث، أستاذ الكمال بن الهمام، ابنه الولي أبو زرعة أستاذ الكمال بن الهمام، خادمه نور الدين الهيثمي أستاذ الكمال بن الهمام. فابن الهمام راح قرأ على العيني، وقرأ أيضا على ابن حجر. ابن حجر والعيني كان بينهم شوية ايه منازعات، لانه ده شافعي وده حنفي، منازعات علمية، وهما الاتنين كانوا بيشرحوا البخاري في نفس الوقت، فكان تلامذة ده يودوا الكراريس بتاعت الشرح لده، وياخدوا الكراريس ده يودوها لده عشان يستفيد، فكانوا بيردوا على بعض في الشرح، يقول لك وقال بعضهم اللي هو الراجل التاني ده هو كيتو ده غلط، الرد عليها كيتو، فالتاني يقول له قال بعضهم كيتو والرد عليها كيتو. يعني في حراك علمي وحراك فكري ما بين هذه المدارس، وكلها بتتغير في النهاية يعني ايه سعادة الدارين، سعادة الناس، وايه هي اللي ممكن احنا نعمله علشان الانسان يعيش بسهولة ويسر. ابن الهمام بقى بيروح لده وبيروح لده، يبقى إذن هو بيستفيد من كل المدارس اللي موجودة. ابن الهمام تبحر في العلم عن طريق الدراسة، عن طريق الرحلة، عن طريق التدريس، ابتدى بقى ياخد ايه زي الدكتوراه. كان في بقى الدكتوراه دي كانوا يعملوا ايه، كانوا يعملوا حاجة اسمها التعجيز ده باين من اسمها، باين من اسمها، واخد بالك. التعجيز ان انا طالب
ومجلس الدرس ان انا استاذ، اجي يعملوا لي كرسي واقعد عليه انا طالب، والاساتذه تقعد تحت كده تستمع، واخد بالك، ويختار حاجة من القرآن، من السنة، من الفقه، من الأصول، في الفرع اللي هو متخصص فيه، في الفرع اللي هو ولا مش في الفرع اللي هو متخصص فيه، هو حر وينطلق قدامهم واخد بالك. فخد تفسير قوله تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب، واستفاض في شرحها فأعجب به الأساتذة. حتى قال له ابن حجر: انك متفنن، يعني انت عارف ايه كذا علم، وده بقى كانوا يدوله الاجازة بالتدريس على 3 مراحل: نمرة 1 في كل العلوم، نمرة 2 في بعض العلوم، نمرة 3 في علم واحد، الرابعة بقى انه يقولوا له: لا لسه انت ما انت الصالح للتدريس، فاذا تصدر للتدريس عوقبه، اتقبض عليه وعوق. للدرجة دي كان في منهجية وفي قواعد بتتبع بما لم نصل إليه حتى الآن. بما لم نصل إليه حتى الآن. فأنا كنت في كامبريدج فبكلم واحد من الأساتذة فقال لي: ده نظام 1 by 1، يعني أستاذ لتلميذ مختص به. قلت له: ده جايبينه منين؟ قال لي: من الأزهر. من الأزهر. السيوطي كان بيعمل كده 1 by 1، دي هنشوف واحنا بنتكلم في السيوطي ازاي كان بيدرس على استاذ لغايه ما يموت فينقل للاستاذ تاني، وباي مص الاستاذ ده ويعمله كده الى اخره. فباي 1 by 1 ده، واحد لواحد، ده كان النظام اللي احنا استنين فيه. الكمال ابن الهمام رضي الله تعالى عنه اجيزه واجيزه في كل العلوم. عظيم. طيب انا استاذن حضرتك بعد الفاصل ننتقل لمرحله اخرى في حياه هذا العالم المصري الجليل، وهي مرحله القضاء. يعني اكثر من شخصيه في حلقه او في حلقاتنا ورحلتنا شفناهم علماء اجلاء، بعد ذلك بيتولوا القضاء، ثم منهم حتى من يتولى حكم البلاد او الولايه يعني، ومنهم من يرفض هذه الولايه. ولكن استاذن حضرتك يكون بعد الفاصل ان شاء الله، ارجوكم خليكم معنا. لو يأخذنا الشوق لزيارة روحانية بطابع خاص داخل أضرحة المقطم، حيث تسكن روح الشيخ، شيخ الإسلام وعلامة زمانه الكمال بن الهمام، فإذا أردت أن تلقي عليه السلام فلتدخل إلى ساحة مسجد ابن عطاء الله السكندري، حيث توجد روحه الطاهرة داخل هذا المسجد، فتجلس على أعتاب المقام وتمد روحك بمدد روحاني كريم بجوار مقامات الصالحين. مصر هي أرض الصالحين، هذه البقعة المباركة وهي سفح المقطم، يقال أن ما هناك قدر شبر إلا وفيه دفن ولي أو صحابي أو أحد الصالحين. اهلا بحضراتكم مره اخرى، ولسه مع سيره العالم المصري الكمال ابن الهمام مع فضيله الدكتور عليكم. اهلا بحضرتك مولانا مره. اهلا وسهلا بكم. الكمال ابن الهمام رفض القضاء، وفي مرحله اخرى استقال من التدريس، وفي اخرى بنرى الكمال ابن الهمام بيصر على بعض المواقف ويتخذ مواقف قد تكون حاده وينعزل حتى بعيدا عن الناس. المحطات دي حضرتك بتصفها ازاي او بتراها ازاي في شخصيه هذا العالم المصري؟ طلب الاستقلال. الاستقلال؟ كان مثلا بيدرس في المدرسه، وكان ساعتها واحد اسمه برسباي هو الوالي بتاع مصر او المملوك. هو الكبير بتاع مصر، حاكم مصر. برسباي يحبه قوي. وبعدين جه واحد من النواب قال له: عين ده في المدرسة. قال له: عين ده في المدرسة يعني ايه؟ يعني وسطة يعني. ايوه بس ده ما هوش اهل لانه يمسك الحكاية دي.
قال له بقول لك ايه، عينه في المدرسه، ده انا امير من الامراء انا. قال له طيب ماشي، السلام عليكم. يبقى السلام عليكم هنا جايه من انه رفض ان الشخص المناسب يكون في المكان المناسب. ده مبدا رفض ان هو يكسر هذا المبدا. طيب كده انت معارض الكبير، معارض الحاكم، معارض الوالي، معارض الامير، معارض نائب الامير. انا مالي، انا عايز اتقن عملي، عايزين العمل متقن كان بها، عايزينها يعني كان زمان يقولوا ايه، طراوه، عايزينها طراوه. خلاص السلام عليكم راح ماشي واعتزل في طرة. طرة دي اللي هي بتاعتنا اللي هي في طريق حلوان دي، هي اعتزل وبقى يدرس للاولاد وقال لهم كده انا مانيش راجع. فالبرسباي اتخض، الراجل الكبير بقى ايه ده فعلا؟ قالوا ليه ليه ليه، وخلى الراجل يروح يبوس فوق رجليه. قال له انا ما تركتها من اجلك، انا تركتها لله. سبحان الله. انت النهارده واحد تاني بكره، ده نظموا نفسكم انتوا بقى، لانه انا ما كنش مسؤول امام الله عن هذا الخلل. فادي ده مثلا اعتذاره للاداره الامير مثلا في المدرسه. بعد كده كان في واحد من برضو الناس اللي هم الملأ يعني او الناس الاكابر اسمه جقمق، بقى اسمه الملك الظاهر بعد كده بعد برسباي ما بات وكده، وكان يحبه قوي ويعظمه. وكان جقمق ده بقى تقي، صلي ويصوم ويتصدق ويعمل وما يظلمش الناس. فكان الكمال بن الهمام يقول له ما تعملش كذا، اعمل كذا، في الديوان عندك كيت وكيت وكيت من الاخطاء وهكذا. فلما بيبقى في توائم بيبقى في خدمه، حاضر اخدمك بعناية. لما يبقى في تدخل في التدريس او في الاداره او في القضاء، يبقى لو سمحت الاستقاله بتاعتي اهي، انا مش عايز تدخل في الـ 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 في القضاء، في شؤون العلم او في القضاء اللي هو زي ما قلنا مره قبل كده مع واحد، اللي هو استقلال القضاء عن التنفيذ، فصل السلطات. نعم. فالامام ده هو اللي هو كمال بن الهمام، يعني كان له جانب اجتماعي ايضا. انت عارف ان الامام السيوطي مولود سنه 849، 849 الراجل ده عنده كم سنه؟ 59 سنه. مظبوط. فابوه وهو عنده 6 سنين كده، يعني سنه 55 ابو السيوطي بيموت. فجاب الكمال ابن الهمام قال له انا بموت، فابني ده وصيه عندك. فالسيوطي تربى في بيت الكمال ابن الهمام وتأثر به جدا، وهنبقى نشوف في حلقة السيوطي، في حلقة عندنا للسيوطي ده، لأنه حاجة فوق الخيال، أو اللي فوق الخيال ده اتربى في بيت الكمال ابن الهمام. تواصل العلم يا مولانا وتوريث العلم ده كان واضح أو سمة هذا العصر، يعني بطريقة المنهجية، إنهم بيعلموهم المنهجية، مش بيعلموهم الجزئيات كده يعني معلومات، لا، ده ايه المنهج اللي ورا المعلومات دي. ولذلك نجد بقى انه بعد ما انطلق وخد اللي احنا سميناها بينا وبين بعض الدكتوراه دي، واخد بالك، واجازوه كل المشايخ انه يدرس في كل العلوم، لقيناها ألف كتابا ماتعا في العقيدة ما زال يدرس في الأزهر الى الآن، اسمه المسايرة في العقائد. ولقيناه مؤلف كتاب تاني جمع فيه، شوف الذكاء بقى والعبقرية، وشوف مصر ولادة يعني حاجة غريبة الشكل. عندنا مدرسة شافعية أثرية حديثية نقلية اسمها المدرسة الشافعية في أصول الفقه، وعندنا مدرسة عقلية فكرية اسمها الحنفية، دي مدرسة ودي مدرسة، ده ياخد الفروع ويجيب منها الأصول، وده ياخد الأصول ويبني عليها الفروع، يعني عكس بعض، ويجمع بينهم
يعمل بيهم الدائرة الكاملة اللي بيبحث عن أرسطو، ويكتب كتاب اسمه التحرير في الجمع بين الطريقتين. التحرير ده هو بيدرس في الأزهر إلى الآن 600 سنة والعلم ده قائم وبيدرس. وراح مفاجئنا بقى بفتح القدير على العبد الفقير. ايه فتح القدير يا عم الشيخ الكمال؟ لا يعني كتاب العمدة في فقه الحنفي اللي جمع فيه كل فروع الحنفية محققة محررة مدللة، جايبها منين ورايحة فين وكيف تبني عليها. فلما هو ألف الكتاب حصل له استغراب، هو أنا اللي كتبت ده؟ معقول ولا ده توفيق من عند الله؟ فراح مسميه الاسم اللطيف ده فتح القدير على العبد الفقير. يا سلام انت واخد بالك؟ يعني 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 شوف اللطافة حتى في شكر الله سبحانه وتعالى. دفن ابن الكمال رحمه الله بجوار ابن عطاء الله السكندري. ابن عطاء الله السكندري ميت 709 وهو مولود سنة 790، يعني ده في الأول وده في الآخر. لما مات بقى 861 دفن بجوار ابن دقيق العيد، بجوار ابن عطاء الله السكندري، ابن سيد الناس، بجوار ابن أبي جمرة بعد كده، بجوار ابن عطاء الله السكندري. وقبره يزار إلى الآن مع هذا اللي احنا كنا بنسميها يعني بستان الجنة يعني. وعلى فكرة سميت بمثل هذا البساتين أنها بستان الجنة، يعني فيها الصالحين كل هؤلاء يعني الصالحون وكل هذا العدد الكبير الذي تشرفت به مصر والذي أثر في أجواء مصر من كثرة العبادة وكثرة الذكر وكثرة الإخلاص وكثرة الإتقان وكثرة العمل وبناء الحضارة وعمارة الدنيا. فالحقيقة إنه مصر أرض الصالحين. الحمد لله دايما يا رب إن شاء الله. وأنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا فضيلة العلامة العالم الجليل الأستاذ الدكتور علي قمح. شكرا لفضلتك. شكرا جزيلا. الشكر موصول لحضرتكم. إلى اللقاء. من سبقونا إلى دار الحق ندعو لهم فنقول: اللهم ارحم ميتنا واغفر له وآنس وحشته ووسع قبره، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النار، اللهم ارحمه رحمة تسع السماوات والأرض، اللهم اجعل قبره نورا لا ينقطع واجعله في جنتك آمنا مطمئنا يا رب العالمين، أفسح له في قبره ومد له في بصره وفرش قبره من فراش الجنة، ارحمه ولا تطفئ نور قبره، يا قيوم أقمه على نور في قبره مستبشرا بحسن إجابته وتثبيتك إياه عند السؤال، اللهم قه عذاب القبر وقه عذاب النار، جاف الأرض عن جنبيه، اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه وأكرم نزله وأبدله أهلا خيرا من أهله ودارا خيرا من داره، اللهم يا ربنا الحقنا به تحت لواء نبيك يوم القيامة واسقنا من يده الشريفة شربة ماء لا نضمأ بعدها أبدا، ثم أدخلنا الجنة من غير حساب ولا سابقة عقاب ولا عتاب، ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم، اللهم آمين.